يوصف إنزال النورماندي يوم 6 يونيو عام 1944 بأنه أكبر عملية غزو بحري في التاريخ. تعالوا نعرف أكثر عن المعركة التي مهدت لنهاية الحرب العالمية الثانية، ونبدأ بفهم أجواء الأحداث وقتها. عندما أشعل هتلر الحرب عام 1939 بغزو بولندا بالاتفاق مع السوفييت، تطورت الأمور فتشكل حلفان، المحور مكون من ألمانيا وإيطاليا واليابان، ضده الحلفاء فرنسا وبريطانيا ولاحقاً أمريكا. ثم انقلبت ألمانيا وغزت الاتحاد السوفيتي بعملية بارباروسا بيونيو 1941، لكن السوفييت دحروا ألمانيا في معركة ستالينغراد عام 1943. وكان هذا النصر وراء تجرؤ الحلفاء على فتح جبهة غربية للقتال لإضعاف القوات النازية ولمساندة فرنسا التي احتلها الألمان، ولكن الأمر لم يكن سهلاً. لماذا؟ ساحل النورماندي، وهو جزء من ساحل فرنسا الشمالي والغربي، كان يخضع بالكامل لسيطرة الجيش النازي، ومحصناً بتحصينات كبيرة لصد أي هجوم بحري، أطلق عليها جدار الأطلسي. بدأت ألمانيا بناءها عام 1942 تحسباً، وفعلاً سبق النورماندي عملية إنزال برمائية بأغسطس عام 1942 على ميناء دياب بفرنسا، شارك بها 6000 جندي معظمهم كنديون، تحميهم طائرات بريطانية. ورغم احتلال الميناء، تأخر دعم بريطانيا بالدبابات وفشلت العملية. لذلك جاء اختيار شاطئ نورماندي بعد خطة مدروسة استغرق الحلفاء في وضعها شهوراً. واختار الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الجنرال المخضرم دوايت أيزنهاور ليكون القائد الأعلى لقوات الحلفاء. وعندما حل ظلام ذلك اليوم، قفز الآلاف من جنود قوات مظلات الحلفاء خلف دفاعات ألمانيا الساحلية، ومع الفجر قصفت السفن الحربية المواقع الألمانية، ثم أنزلت مئات من الزوارق قوات المشاة. والآن سنرصد لكم بعض الأرقام لتعرفوا لماذا أطلق عليها أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ. بلغ إجمالي قوات الحلفاء يوم إنزال النورماندي نحو 156,000 جندي، بينهم نحو 23,000 من القوات المحمولة جواً، معظمهم من أمريكا وبريطانيا وكندا، وساندت أكثر من 11,000 طائرة الإنزال و 3,500 طائرة نقل و 5,000 مقاتلة و 3,000 قاذفة. فبالإضافة لما ذكرنا، ألقي 11,912 طناً من القنابل على الخطوط الدفاعية الساحلية الألمانية، وشاركت 7,000 سفينة معظمها بريطانية في الهجوم. وتبقى أرقام القتلى تقديرية، وتتراوح بين 4,900 جندي ألماني ونفس العدد من الحلفاء الذين كان النصر من نصيبهم. أما أهمية المعركة التاريخية، أنها مهدت لتحرير غرب أوروبا وصولاً لبرلين، وإنهاء الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا فولو، لايك وسبسكرايب.